رغم تنوع الحلويات الرمضانية في طرطوس، تبقى كعكة رمضان والمعروفة باسم المعروك صنفا مفضلا للكثيرين في الشهر الفضيل بمذاقها ونكهتها المميزة. المعروك عبارة بتألف عن طحين وسكر وبيض وزبدة ويانسون وشمرة ومحلب ومسكة، وفي بتنحشى عدة حشوات، تمر، جوز الهند وزبيب، عندك شوكولا، عندك قشطة، هيك هاي الشغلات هي. والمعروك برمضان، بس شوف معروك بالسوق طرطوس بتقول رمضان نجح. كل عام وانتم بخير. معروكة رمضان مرتبطة بهالشهر الفضيل، نعاد عليكم كل خير ان شاء الله. في منهم السادة وفي منهم المحاشي. محاشي فيه التمر والشوكولا وجوز الهند. ومرتبطة بهالشهر الفضيل، الناس كلها بتطلبها، شو ما كان الحال شو ما كان الوضع. أكل تقاليد من رمضان عندنا بطرطوس، كثير شيء كويس وطيب. بعد الفطور ان شاء الله. بشكل عام معروك وجبه يوميه، بس شوي هلا صارت غاليه شوي، بس بعين الله الحمد لله رمضان كريم. نحن عندنا عادات برمضان كل يوم، اذا من وجدت على الفطور ما فينا، يعني متعودين بتنعمل برمضان، ما بناكل الا برمضان نحن. اصناف متنوعه لكعكه رمضان، والتنوع ياتي من الحشوه، ومنها التمر والشوكولا وجوز الهند والزبيب. ويرتبط المعروك بعادات وطقوس متوارثة من الآباء والأجداد لتكون أهم الأطباق المتميزة في شهر الخير. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.